سؤال عن عدنان إبراهيم. تكثر الأسئلة عن أشخاص عديدين، وأحيانا أقول ليس أحد بأولى أن يتكلم عن فلان أو فلان، يعني أنا يسأل عني ولا أسأل عن الناس، يعني من أنا حتى أتكلم عن الناس. ولكن سمعت برامج وفيديوهات لعدنان إبراهيم كثيرة، وتكلمت عنه بمناسبات متعددة. يمكن بعض الناس يسمع جزء من كلامي ولا يسمع الجزء الآخر، فيأخذ جزء من الفهم. عدنان إبراهيم عنده يعني أشياء بدون شك أنها يجب أن تبعد وتعتزل وتعزل، لأنها أفكار يعني شاطحة. أفكاره مثلا عن الصحابة رضي الله عنهم، عن بعض القضايا الاعتقادية، ينبغي الإنسان أن يعزلها ويبتعد عنها. ولكن أيضا ليس أحد أقل من أن يفيد ولا أكثر من أن يستفيد. يعني لما يكون شاب عنده زعزعة في يقينه، في إيمانه، في توحيده، في إيمانه بوجود الله، أحيانا أقول له لو تسمع أو تشاهد برامج الدكتور عدنان إبراهيم قد تفيد، يعني فيها مناقشة للملحدين وتعزيز لقضية الوجود ورد على الشبهات، بعض القضايا الفكرية. دعني أكون صريح، لما كنت أعد برنامج موسى وقلت لكم أني قرأت كتب ورسائل وشاهدت حتى أفلام شرقية وغربية، طحت بعدد من الخطب العدنان إبراهيم عن موسى، للأمانة وجدت فيها أشياء يعني لم أجدها عند غيره، وكتبتها بروح المستفيد، وفعلا انتفعت بها واستفدت منها. لكن أقول يعني لا يجب أن تكون عادتنا دائما إما أن نقدس الشخص، إما أن يكون الشخص عندنا قديس أو إبليس. لا، يعني أي شخص قد نجد عنده مواد معينة نستفيد منها، وفي الوقت ذاته لا ننساق وراءه، قد يكون عنده شطحات كبيرة، مثل عدنان إبراهيم إذا تكلم عن الكرامات أقول أين ذلك الشخص العقلاني المتزن؟ يعني ليته تجنب هذا الموضوع ولم يتكلم عنه إطلاقا. وكذلك أحيانا يكون عنده حدة في مواجهة الخصوم، سواء كانوا من السلفيين أو من غيرهم، فيتكلم بروح يعني شديدة وبلغة قاسية، يتمنى الواحد أنه يعني كان هدأ من نفسه وتكلم بسكينة وبوقار، وبعيدا عن هذه اللغة الشديدة التي هو يشكوها من خصومه ثم قد يقع فيها هو. فالمقصود يعني لا تجعل فكرتك أنك تقبل من فلان كل شيء أو ترد منه، كل يؤخذ من قوله ويترك.